سلطانة، ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. اللي في وشك ده؟ لا، دي مجرد حادثة توك توك، ما تشيليش بالك بس. ألف سلامة عليك. والله ليك وحشة. والله أنت الوحشة حتى من قلبي يا سلطانة. هو ده وقته؟ آه، ما أقصدش حاجة، بس الحمد لله إنك بخير. الحمد لله على كل حاجة. عندي ليكي خبر حلو قوي. ايه؟ وردة حامل. والنبي؟ ايوه، عم تحسين قال لي وانا قلت ابشرك. الحمد لله يا رب، بشرة خير. بس قولي لي يا سلطانة، انت رايحة النيابة كده من غير محامي ولا حاجة؟ عايزة اخرج من هنا ومحدش هيساعدني غيرك انت. وانت عارفة انا بتصدق. انا سلطانة، انا بحلم بان انا اللي اكون هنا وانت اللي بره. عارفة يا حبيبتي، عشان كده هتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. انا يا سلطانة، بس طمنيني، انت مالي ايدك من اللي بيحصل ده. ما تقلقش، انا معايا في العنبر واحدة محامية كتر خيرها واقفة جنبي. ربنا معاك يا سلطانة. ماشي يا حبيبتي. انت طلبتي تنحية المحامي وقلت ان عندك اخوال تانية. اه، اصل المحامي ده مش مهتم بالقضية بتاعتي، فبدور على محامي تاني الايام الجاية. بس قلت اجي اعترف بكلام انا ما قلتوش قبل كده. وهو ايه بقى؟ سلطانة، انت اكيد مش جاية هنا عشان تسكتي. جاي اقول ان الحاجات اللي انت لقيتوها دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت سلام اخويا. سلام؟ اظن سلام مات قبل القبض عليك بايام. انا عارفه، بس الحاجات دي بتاعته. وايه اللي يثبت الكلام ده؟ ان هم خرجوها من اوضته. اوضته؟ هو مش المفروض سلام متجوز؟ ما اوضته دي قبل الجواز زي ما هي، كان بيجي كل يوم وساعات كان بيبات فيها. وليه ما قلتيش الكلام ده من الاول؟ ما حبيتش اسوء سمعته بعد ما مات، واحنا كمان من الخضه بلعنا لساننا. وده سبب كافي عشان تتحبسي؟ يمكن بالنسبه لسيادتك مش سبب كافي، لكن لو كان عندك اخ زي سلام وبعد الشر ما كنتش هتقول ولا جمله من اللي انا قلتها دلوقتي. تعرفي ان ليه انشطه زي تجاره الاثار؟ سمعت، زي ما كل الناس سمعت، ولما واجهته بالكلام ده قال انه كذب. مفتاح الخزنه كان معاكي ازاي وهو كان بيشيل فيها حاجته؟ اخدته بعد ما مات، بس ما رضيتش افتحها عشان عارفه ان حاجته فيها. وأول مرة فتحتها لما الظابط طلب مني. هل لديك أقوال أخرى؟ معلش ثانية واحدة. عملت يا سلطانة؟ اللجنة جاية في خلال 3 أيام، عايزك تعمل اللي أنا قلت لك عليه. ظبط مع حسن ونجم. حسن هو اللي عامل العقود للبيه. ونجم فين؟ مسفرينه من اسبوع، بس انا ما سكتش وكلمته جاي النهارده. خلي بالك يا حمدي، انا المره دي لازم اخرج من هنا. تخرج يا سلطانة.